ثاني يقول إذا أخذ تمويل لغرض معين هل يجب عليه أن يصرفه في هذا الغرض ولا ممكن يغير رأيه ويصرفه في أي شيء لأنه أصبح ملكه؟ أصبح ملكه، يعني لو أنه أراد أن يشتري سيارة، وهذه ترى قصة حقيقية. نعم. راح وخذ فلوس بيشتري سيارة أكثر من 200,000، بعدين أبوه مسكت قال يا ولدي الحرمة أهم لك من السيارة، أعرف، وتكلم معه وقال لي يلا ساوعينك استعمل هذا المال في الزواج وسنوفر لك سيارة تقضي حوائجك. المهم أن هذا الرجل تزوج وساعده والده بشيء قليل من المال، وتزوج واشترى له السيارة 60,000، وجمع الله له بين الحسنيين. المال كان ماخذه بيشتري بالسيارة مستعملة من النوع الغالي، فأطاع مشورة والده واشترى به سيارة وأخذ بمجمله زوجة كانت هي أم عياله ورزقها الله منها عيال صالحين والحمد لله. نعم.